طبعا دي لقطات زي ما حضراتكم شايفين من تمرينه النهارده. خير، تحياتي ليك احمد، تحياتي ليك ساره، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل انا كنت متواجد في ملعب التتش، ولكن يمكن انتهى التمرين منذ قليل، التمرين اللي بدا في الخامسه زي ما بدات وزي ما قلت. وفرحنا كل جماهير النادي الاهلي النهارده ظهور حسين الشحات نجم النادي الاهلي، يمكن شارك في المران بالكامل، المران البدني والمران الفني اللي كان فيه التقسيمه، وشارك في التقسيمه بكل قوه وبيعلن جاهزيته. ممكن ما بقاش لي تواجد في المباراه القادمه، ولكن من الحيث الناحيه الفنيه والناحيه البدنيه بيعلن حسين الشحات جاهزيته، واصبح الان الامر في يد مستر فايلر المدير الفني للنادي الاهلي. لو حد تحت السيطرة، انت شايف انه وزنه ومستوى لياقته البدنية يعني حسين قريب، ولا شايف بعيد وقدامه شوية يا شريف؟ حسين الشحات اصبح جاهز 100%، وزنه مثالي، هو من نوعيه اللعيبه اللي مش بتزيد بسهوله يعني. هو وزنه جسمه قليل شويه فما بيزيدش خالص، يمكن طبعا يعني حاجه كويسه جدا لحسين، ما بيزيدش خالص، وزنه مثالي خالص ويمكن اقل من الوزن الطبيعي كمان. حسين جاهز خالص لاستئناف مباريات، وكان فرحان جدا اتكلمت معاه النهارده قبل بدايه المران، فرحان جدا بكل ثقه الجماهير اللي بتتكلم عليه في كل مكان، عاوز يعوض كل فتره اللي فاتت، عاوز يجهز في مباراة الدوري علشان ماتش الوداد. بيقول لي انا مش شايف قدامي غير ماتش الوداد، بحلم ان انا اجهز بسرعه في مباريات الدوري عشان اكون جاهز في مباراه الوداد. حلم لكل لاعبي النادي الاهلي الفوز بالبطوله الافريقيه. طمنا على ياسر ابراهيم وعلي لطفي، احنا عارفين ان هم عملوا مسحه كورونا النهارده الصبح. تمام، مظبوط، من الكواليس فعلا ياسر وعلي لطفي وديفيد عملوا مسحه كورونا اليوم خارج النادي، وفي انتظار النتيجه. وبكره هيكون في ايضا مسحه بعد مران النادي الاهلي، بكره مش هيتمرنوا بس هيجوا يحضروا برضو المسحه من خارج النادي عشان يطمئنوا اكتر. برضو مش خبر رسمي، ولكن علمته من الكواليس ان المسحه نتيجتها سلبيه، ولكن برضو هنتظر تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره ليؤكد هذه المعلومه او لا. وكده كده اصلا بكره كمان في اعاده المسحه تاني، فبكره هنطمن اكتر على ياسر وعلى علي لطفي طبعا وديفيد المدرب العام. لكن بطمنكم الامور مبشره، الامور كويسه. رامي ربيعه كلمت مع رامي ربيعه، ويمكن عنده يمكن شد في العضله الخلفيه وعمل اشاعه النهارده، وطبعا ونظر الاشاعه الدكتور خالد محمود. دكتور خالد محمود قال لي بكره هيبان اكتر اذا كان رامي جاهز للمباراه ولا لا، ولكن يعني نقول 50-50، ممكن بيبتعد بعض الشيء عن مباراه المقصه اللي هتكون يوم السبت خوفا على رامي، ممكن يلعب، ممكن يربطوه ويلعب، ولكن الجهاز الفني والجهاز الطبي بيبقى حريص على مصلحه اللاعب اهم من اي مباراه، اهم من اي نتيجه للفريق، بيبصوا لمصلحه اللاعب، فاللاعب بيبتعد يمكن نوعا ما عن مباراه المقصه. الاهلي صعد حارس ناشئ اسمه حمزه علاء علشان يتمرن مع الشناوي ومع مصطفى شوبير النهارده، تمرين قوي جدا للحراس. حسين الشحات قبل نزول التمرين عمل جلسه مع فايلر ومع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، قالوا له بقى يلا يعني ايه القصه في ملعبك دلوقتي والكره في ملعبك، ورينا بقى وفرجنا ابداعاتك، تألق في انتظارك. وحسين متحمس جدا لكلام فايلر، لكلام مدير الكره، وحسين يعني وعد ان الجهاز الفني النهارده هيظهر بصوره تليق باسم حسين علشان خاطر يسعد كل جماهير النادي الاهلي. طبعا في ايقاف المباراه القادمه احمد فتحي، محمد محمود بيقترب، سالت الدكتور خالد محمود قال لي محمد محمود يمكن ممكن ينزل يشارك من بكره، ولكن احنا صابرين عليه. طيب، مش مستعجلين عليه. معلش يا شريف، في الجزئيه دي وتلاقيه بيشارك خلاص. خليني اسالك من متابعتك تدريب النهارده، يعني انت عندك فتحي غايب، عندك متولي غايب، عندك ربيع احتمال كبير جدا يكون غايب، وياسر ابراهيم برضو حتى لو ان شاء الله نطمن عليه بكره بعد المسحه الثانيه، لكن يعني بقى له فتره ما بيتمرنش او بعيد، فبالتالي ما اعتقدش انه هيكون جاهز لماتش المقصه. قرايتك لتجهيز الجهاز الفني لخط دفاع النادي الاهلي اللي يلعب ماتش المقصه مين؟ يعني النهارده التدريب كان شكل خط دفاع الاهلي اللي هيلعب المباراه ايه؟ ما يبانش في تمرين النهارده، لان تمرين النهارده طبعا كان المشاركين كان تمرين ريكفرنج، واللي ما شاركش في مباراه الاتحاد كان تمرين قوي النهارده، فما يبانش، يبان في تمرين بكره. ولكن مستر فايلر يعني عنده حلول كتيره، يعني ممكن تلاقي محمد هاني بيلعب سيرد باك جنب ايمن اشرف، ممكن بقى اي حد من وسط الملعب يلعب باك يمين، فهتلاقي حلول. النادي الاهلي بيمتلك لاعبين على اعلى مستوى، فهتلاقي حلول في الملعب، هتلاقي اذا كان في البقرايت او في السيرد باك. الاهلي ما عندوش مشكله، الاهلي ما بيقفش على حد، كلهم نجوم وكلهم بيساعدوا بعض على زي بما ان مباراة يوم السبت ممكن تكون مباراة الحسم يعني، ولا مفيش اي نوع من الضغط ده على اللعيبة؟
فايلر قبل بدايه المران يمكن يتكلم مع اللاعبين حوالي 5 دقائق وتكلم معاهم عن مباراه الاتحاد واغلاق صفحه الاتحاد، مباراه الاتحاد بالكامل والتركيز فقط في مباراه المقصه. العبوا كورتكم، ما تخافوش، ما تتشدوش، ما تتوتروش، الدوري احنا خلاص حسبناه، فنلعب كورتنا العادي، الجماهير هتصبر عليكم. فالنهارده فايلر بيحاول يخرجهم من حاله العصبيه اللي كانت موجوده، حاله التنشن اللي كانت موجوده عند لاعبي النادي الاهلي. الحاله المعنويه كويسه جدا، النهارده اللعيبه بتتمرن بكل اريحيه، بيتكلموا في التمرين ان هم لازم يعوضوا النقطتين اللي فقدوهم امام الاتحاد السكندري، امام المقصه هتكون مباراه طبعا صعبه، فريق المقصه فريق قوي معاه مدير فني كبير وكابتن ايهاب جلال، ولكن لاعبي النادي الاهلي يعني من اللي شفته النهارده في التمرين لا هيقدموا صوره مغايره خالص عن مباراه الاتحاد السكندري. مستمر معاكم في لو اي كواليس عن مران قبل ما نتكلم على مجلس الاداره. يهمني برضو، انا عارف ان النهارده في اجتماع مهم جدا، في عدد من الملفات والموضوعات اللي مطروحه للمناقشه في بين مجلس الاداره، يهمنا نعرف اهم الموضوعات دي وايه التوصيات او الاقتراحات او القرارات المرتبطه بمناقشه هذه الملفات. يمكن المجلس بدأ في 4 عصرا طبعا بقيادة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب ومعه نائب رئيس النادي الأهلي الوزير العامري فاروق وأعضاء المجلس إدارة النادي الأهلي، وطبعا كان على رأس الحضور المهندس خالد مرتجي اللي بنقول له حمد لله على السلامة الكل النهارده، يمكن راجع من مرض كورونا اللعين الكل النهارده قابل المهندس خالد مرتجي من أول بوابة النادي لحد جوه، الكل قابله بترحاب شديد جدا، وحشهم المهندس خالد مرتجي بنقول له حمد لله على السلامة وألف مليون سلامة. زي ما قلت لك مجلس الإدارة بدأ في 4 عصرا طبعا المجلس في اجتماعه اليوم عدة ملفات رياضية وملفات إنشائية. بعد اجتماع مجلس الإدارة اللي يمكن قرب ينتهي خلاص هيكون الدكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة هيقول على الهواء مباشرة لقناة النادي الأهلي في تغطية خاصة وحصرية كل قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي.